السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده البيم بيم ستاندرد، وده الملحق الثالث بيتكلم على ليفل اوف ديفلوبمنت او ال LOD. زي ما احنا شايفين هو بيتكلم على الفكرة نفسها، انما لو انت عايز تدخل في كل عنصر ضرب التفصيل بتاعته اللي بتتسلم في كل مرحلة من المراحل، فده لازم تروح لل LOD فورم، وده هتلاقي مشروع بالتفصيل على قناة بيم مغربية على اليوتيوب. فانا بيقول لك الالو دي يعني احنا بدل ما نسلم المشروع بعد ما يخلص خالص وبعد كده في تعديلات، فندخل في ان احنا نعدل شغل سنه كامله، لا كل شهر مثلا بنعمل شغل ونسلمه للملك او للشخص اللي المفروض يسلم الموديل او المشروع، ونشوف الملحوظات او نشوف التعديلات او لو هو معترض على حاجه ناخدها ونعدل فيها. دي فكره الالو دي، او ليه احنا ما بنسلمش المشروع لما يخلص، لان ممكن اصلا يقول لك لا ده انا مش عايز مثلا عمدان، او انا عايز المبنى يلف، فالشغل ده بيهدد كل الشغل اللي انت عملته الفتره اللي فاتت، فبعمله في اول مرحله وابعته واشوف الكومنتات وادخل اطور فيها لحد ما نسلم المشروع. فهنا بيتكلم على ان في حاجه اسمها ليفل اوف ديتيل، درجه التفاصيل في الموديل، وفي ال LOD او ال OI خاص بالانفورميشن المعلومات اللي احنا عايزينها، الليفل اوف كوردينيشن. وبعد كده هو بيقسمهم 100 و200 350 400 500 100. انا بديك الفكره نفسها، انا هقول لك مثلا ايه المبنى ده هحطه بعمدان ولا مش عمدان، بس ما تقيسليش اي عمود، احنا بس بنتكلم على الفكره، ما فيش سايز في الموضوع. لما باخد موافقه بدخل في المرحله اللي بعد كده اللي ودينتين، ببدا احط لك السايز، بحط لك اللوكيشن بتاع الحاجه بالظبط وهكذا. اللي ودي 300 ده اللي هو الديزاين ديتيل، ببدا احط التفاصيل اكتر وبحط المعلومات اكتر. بعد كده باخد موافقه، المفروض 400 بقى حاجه دلوقتي في النص بينهم اللي هي 350، بقى في بعض الحاجات داخله في تفصيل الشوب دروينج. ال 400 ده اللي هو اللوح اللي هيشتغل منها، فلازم احط له تفصيل كل حاجه هتتركب ازاي في المشروع. 500 ده اللي هو الاسبلت، الحاجه اللي اتنفذت فعلا. في 600 اللي هو انا شغال في الاوبريشن، في موضوع التشغيل في تطورات وكده، فبعمل تطوير للموديل اللي هو الاي اي ام اسيت انفورميشن موديلنج. هتلاقي في الفيديو رابط الكتب دي لو انت عايز تحملها، للاسف الرابط ده اتلغى، فانا حاطه في الوصف الفيديو.